أنا مجاهد زياد مقبل قائد فارع من اليمن. جيت هنا كنت أعاني من الكبد جيت قبل فترة، رجعت بعدها كنت جت لي الكلى، حصل علي الكلى، والآن أنا أتلقى العلاج هنا بعد عملية زراعة الكلى. أول حصل لي ارتفع عندي الضغط، ومن بعدها مشيت إلى المستشفى في اليمن. بعدها قالوا لي، خبروا لي ان عندي الكلى، قرروا لي السفر الى الهند. بعدها سافرنا الى الهند، وجو معنا خبر به مستشفى مانيبال هنا مستشفى تمام. مشينا الى هنا، وصلنا الى مستشفى مانيبال الى عند الدكتور، واستشرنا دكتور وقرر لنا عمليه الكلى، والان الحمد لله تمام. بعد العمليه نجحت، ولازلت أتلقى العلاج ومستمر في عوداتي إلى الدكتور. بعدها رأيت أن المستشفى تمام وسمعت التمام، وقررت بعد ما حصلت لي الكلى أن أسافر إلى هنا إلى نفس المستشفى، مستشفى مانيبال.